بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم أستاذ وليد المعداوي من GFXacademy.net، ونبدأ نكمل الدرس الثاني من الورشة بتاعتنا، ورشة أنيميشن الاستديوهات العربية. اتكلمنا في المرة اللي فاتت اللي احنا ازاي نشتغل على التولز والكلام ده. أنا بتكلم طبعا بوجه كلامي للمبتدئين، التولز اللي هنبدأ تشتغل بيها داخل المكسب. حابب بقى نشوف هنعمل ايه بالظبط. احنا عندنا دلوقتي لايرز، اي مشروع واي برنامج جرافيك فيه لايرز، وانا شغال على اللايرز هنا. عملت لايرز للكاميرات، لاير لللايتنج، ولاير اسمها نيو ما فيهاش حاجه، والاوبجكتات والسفير والبايبد والبادي. طبعا البايبد اللي هو الهيكل العظمي اللي جوه، انا ممكن اعمله هايد من هنا. طيب بعد ما عملت له هايد، لو انا جيت هنا على الموشن هبص الاقي ما فيش اي حاجه، البايبد او الميكس الموشن ميكسر مش موجود. اجيبه ازاي؟ افتح البايبد كده، ولازم اكون ضاغط على اي حته في البايبد، يبتدي يظهر لي في قائمه الموشن الحته دي، اساين كنترولر، وانا مش عايزها دلوقتي، والبايبد ابس او ابلكيشنز والبايبد نفسه. طيب لو انا جيت مسكت الميكسر ودوست عليه دوس ضغطه كده، هتبص تلاقيه فتح لك البرنامج، وانا بسميه البرنامج المستقل بذاته اللي هو اسمه موشن ميكسر. الموشن ميكسر ده مخصوص عشان تركيب الحركات، عشان الانيميشن. طيب جميل، ازاي بقى احط الحركات بتاعتي؟ انا عندي هنا شويه منيوز وشويه ادوات. تعال نعمل هنا او هنا في اي حته كليك يمين، كليك يمين هتبص تلاقي هنا عندك شوية حاجات، اد لير تراك اباف او بلو او ترانزيشن تراك او كونفرت تو او نيو كليب او امبورت موشن فلو او ديليت. طيب انا عشان اعرف انا شغال على شخصية ايه، لازم ابقى عارف ومسمي كل شخصية. الشخصية دي اسمها ايه؟ اساسنز كريد. طبعا هي مكتوبة غلط هنا. اساسنز كريد دي الشخصيه بتاعتنا. لو انا عندي شخصيات تانية ببدا اضيفها في الحته دي، تمام؟ ازاي بقى اعمل ايه هنا في اد بايبت؟ طبعا الميكسر بيتعامل مع البايبت اللي هو البايبت ده اللي هو الهيكل العظمي الخاص بالماكس، اسمه بايبت. اقدر اعمل بايبت هنا اد، هنا ما عنديش اي بايبت تاني او اي هيكل عظمي تاني. طبعا قبل كده قلت مالكش دعوه بالمش ده، كانه مش موجود، او الجيومتري ده اللي هو الجسم كانه مش موجود خالص. انا كل شغلي على البايبد، وانسى خالص الجسم ده. طيب لو انا عايز اعمل بايبد او عندي سين في كذا شخصيه، وده الطبيعي، بعمل ولنفرض مثلا هاجي على اللاير دي واعمل بايبد كده. جميل، يبقى انا دلوقتي عندي بايبد. البايبد ده اسمه ايه؟ لازم ادي له اسم، اسمه جي اف اكس مثلا. وبايب التاني اسمه اكاديمي فرضا يعني. دلوقتي انا عندي اتنين بايب او شخصيتين. لو انا جيت بقى هنا دلوقتي عملت كده، هتبص تلاقي ظهر لك الشخصيتين جي اف اكس واكاديمي. الشخصيه اللي موجوده اصلا دي هي كده كده واخده لاير او واخده تراك، فهي مش هتظهر لك هنا. فانا هظهر الاتنين، حط الاثنين عشان ابدا احط عليهم حركه. جي اف اكس ياخد له تراك، طبعا هيتحط لي خلاص. الاكاديمي هياخد لي تراك تالت، يبقى عندي تلات تراكات، وكل تراك فيه الخواص بتاعته. هنعرف نعمل ايه دلوقتي عشان احرك البايبت ده. اف ده انا مش عايزه هنا، بروح جاي كده على اف 3 واجي هنا امسك النود. النود دي اول ال اطلع من السليكشن مود، بس كليك يمين كده واجي هنا على الحته اللي عامله زي الجوهره دي او المضلع ده او المربع الابيض ده، مركز تحكم الجسم. ممكن اروح جاي خلاص ماسك البايبت احطه في اي حته ما فيهاش اي مشكله. خلينا نحطه هنا، وخلينا نمسك ده. بص انا هعمل ايه، بدل ما اعدني اعمل زوم بالماوس، اروح جاي اعمل زد، اختار اي حته فيه واعمل زد عشان اقرب منه على طول. هنا نفس الحكايه،
واقربه في المنطقة اللي انا عايزها واحطه. اوكي، انا عندي دلوقتي الشخصية بقى اللي انا هشتغل عليها، اضغط عليها كده واقول زد يقرب لي على طول، وابدأ اخد الوضع بتاعي. عندي هنا 3 لير او 3 تراكات، تراك 2 3. جميل. طيب لو في اوبجكت هنا بيتحرك، ممكن احطه بس عن طريق اللي هو اد ماكس اوبجكتس. اوكي، مش عايز اخش في الحتة دي عشان يعني الناس انا ما اطولش عليها، بس ويبقى انا هحمل حاجة يعني ادن اشرح وبعدين يعني مش هتلاقي الحاجة المطلوبة في خلال الـ4 محاضرات، بس عشان ما اطولش. باجي هنا على الاساسنز كريد، انا عايز احط عليها حركة، بعمل كليك يمين او عند الميكس، خلينا من هنا كليك يمين نيو كليبس فروم فايلز. اوكي، بضغط ضغطة. طبعا انت المفروض وانت بتخطط للمشهد بتاعك بتكون عارف هو عايز يعمل ايه، الشخصية عايزة تنط، عايزة تجري، وعايزة مثلا تعمل فايت، ماسك السيف، يعمل اي حاجة ايا يكون. بتبقى معاك مكتبات حركة اسمها موكاب. موكاب يعني اختصار موشن كابشر فايلز. لازم تبقى عندك مكتبة كبيرة وبتبدأ عارف كل واحدة بتتفرج عليها كلها. لو انا جيت من الميكسر هنا وقلت اد نيو كليب، وبعدين جيت شفت المكتبة بتاعتي ودوست على اي حاجة فيهم، هتبص خد بالك ان هنا بيب امتداد بيب. لو هتتعامل بالبي في اتش دوت بي في اتش، انا ليا درس قبل كده على الاكاديمية هتلاقيه في قسم محاضرات استاذ وليد المعداوي على الجي اف اكس اكاديمي دوت نت، في الحتة دي اللي هي اللي انت تحط تستخدم بي في اتش وتحطه على البايبت وحل المشاكل وحفظه بامتداد بيب. بيب ده الامتداد ده خاص بالماكس بس، منه الى الماكس، يعني الماكس هو اللي بيطلعه عشان برضه بعد كده هو اللي يستخدمه. يبقى انا عندي شوية حركات انا مجمعها بناء على اللي انا عارفه اللي انا عايز اعمله في المشهد بتاعي، وكل واحدة من دول ممكن اعمل اشوفها كده بالشكل ده. طيب جميل، انا عايز اعمل ايه؟ اول واحدة run start، يعني بيبدأ من وضع الوقوف بيبدأ يجري. جميل، باخد دي واروح اقول له open، طبعا نزلها لي بعيد. ماشي، اروح جاي هنا بختار الاداة move وروح جاي ساحبها ورا كده، وراح جاي ده سيت رينج. سيت رينج دي يعني ايه؟ يعني بيخلي لي التايم هنا، بيخلي لي التايم على السلايد ده قد المنطقة دي، يعني بيظبط لي التايم على دي. طبعا انا هنا من 123، من سالب 123 شايف الفريمات، لا انا عايز من زيرو. فباجي بالبان عادي بالماوس، بالسكرول بتاع الماوس لما بضغط عليه في النص تحت بيعمل لي بان، بمسك ايد كده واجي اروح حاطه على زيرو. انا عايز ابدا بزيرو او عايز تبدا بقى من اي حته مفيش اي مشكله. اوكي، هو واخد 20 فريم، من 0 ل 20 تقريبا 21 فريم، وهتلاقي هنا خط كده بنفسجي هتبدا تمسكه عشان تعمل تمشي التايم بالشكل ده. اوكي، لو انت الشخصيه ما مشيتش معاك لقيتها واقفه رغم ان انت حاطط الحركه دي، هتروح على اساسنز كريد على الاسم ده وتروح حاطط دي، هتلاقيها مش متاكتفه معاك، هتروح عامل عليها صح، هيظهر لك الحركه هنا على الشخصيه. طيب يبقى انا عملت اول واحده الطلعة بس. طيب عايزين نحط كمان حركة. اوكي، كليك يمين نيو كليبس فروم فايلز، هنقول ران لوب. اوكي، ران لوب، المفروض اللي هو
هيبدأ يسلم من الحركة دي للحركة دي. طب ازاي ده؟ اذا كان اللي حطيت، لو حطيت سيت رينج، عشان خد بالك بص شايف هنا، يعني هتلاقي هنا في 20 فريم بس هما اللي متأكتفين هنا. لو انا عايز اوسع شوية، يبقى السيت الرينج بياخد كل الحركات الموجودة وبيبدأ يظبط التايم عليها بالشكل ده اهو. لو انت ملاحظ انا كده حاطط اول 20 فريم وبعدين راح داخل على الحركة التانية مرجعه تاني، بص هنا دي كده ما ينفعش. انا عايز يكون في سلاسة بين ده وده، يعني يخش من ده على ده على طول. اعمل ايه؟ ببساطة جدا هعمل كليك يمين convert to transition track. هو ده بتحول اللير بتاعتك من لير عادية لترانزيشن تراك. ترانزيشن اي حد بتاع جرافيك عارف معنى ترانزيشن تراك يعني ايه. ترانزيشن يعني التحويل بين حاجة لحاجة. اوكي، تيجي هنا هتسحب دول اللي في النص، هتبص تلاقي هنا في حاجة كده بين الحركتين بأحمر غامق أو نبيتي. هتبص تلاقي هو ده ترانزيشن. طب لو أنا جيت على الترانزيشن ده أسيبه ديفولت وجيت عملت الحركة، هتبص تلاقي ماشي هو حول لي من دي لدي بس بحركة مفاجئة شوية. طب لو جيت أنا عملت كليك يمين، هتبص تلاقي هنا اوبتمايز، دوس على الاوبتمايز وقول له اوكي، هيبتدي يظبط لك هو من نفسه النقل بين دي ودي. هتروح جاي عامل كده، هتبص تلاقي ظبط الحركة بالشكل ده، يبقى طالع اهو خد استعداده بعدين راح جاري. جميل. طب انا عايز الحركة دي لوب، لوبينج على طول، يعني تكرر نفسها. اللي انت عايزه يكرر نفسه هو اللي انت هتضغط عليه. انت معاك موف اهو، تضغط على دي كليك يمين تايل فيو. لو عملت تايل فيو بتبص هتلاقي هنا بقى ايه، في شوية علاقات كده ظهرت لك بناء على باسم الران لوب. ران لوب ران لوب، اعمل سيت الرينج، هتلاقي ان التايم بتاعك بدأ يفرد وعمل تكرار للجارية اهو، بدأ يعمل تكرار الجري. يبقى هو هيجري الى ما لا نهاية، بس هنا في تقريبا الجارية بتاعته فيها مشكلة، هنظبطها دلوقتي. خلاص، طيب انا عملت تايل فيو، ارجع كلوك كنترول زد. خلينا بقى نشوف الادوات اللي احنا هنحتاجها دلوقتي دي. لو انا جيت حطيت كليب تاني فروم فايلز، هنقول مثلا يعني مثلا اي حاجة دي مثلا، وست الرينج عشان يفتح التايم معايا. اوكي، دي هتبقى بالشكل ده، ده الفايت بتاعه. طيب خلينا نشوف هنعمل ايه. عندنا هنا سلايد كليبس. سلايد كليبس دي لما بضغط عليها، لو انا ضغطت على اي واحدة من دول هتبص تلاقيه بيسحب اللي بعدها، يعني بيزق اللي بعدها بالشكل ده. ولما ترجع مكانها، لما ترجع تاني ورا بص تلاقيها راجع مكانه وراجع مكانه لغاية لما وقف في المنطقة اللي انت سبته عندها، وبعدين يروح واخد دي. طيب ولو احنا خدنا دي يبقى كده بيزق كل اللي بعده، كل الحركات اللي بعدها نفس الحكاية. تمام، هشيل دي خالص، هدوس على تريم كليبس. تريم يعني هاجي دي، يعني انت لو عايز تعمل سلايد وتريم انت براحتك بقى، الادوات انت عرفتها خلاص. انا هختار الموف والكليبس عشان اعمل تريم لحته معينه. تريم يعني قطع، انت بتقطع حته معينه. طيب يعني انا مثلا عندي الحركه، بس انا والله انا عايز حته منها، انا عايز اوقف الاستعداد دي. اوكي، فانا مش عايز كل اللي بعدها، اعمل ايه؟ اروح جاي واخد تريم واروح جاي كده في الاخر، واروح جاي ساحب لحد ما انا واقف بالخط البنفسجي. طبعا المنطقة اللي انا قطعتها من الحركة اللي انا مش عايزها كلها بقت جراي كده او رصاصي بالشكل ده، عشان يعرفك بس ان هنا في حتة مقطوعة.
لو انا جيت كده سيت الرينج خد وضع الاستعداد. يعني انت ممكن دلوقتي يبقى عندك شوية حركات، عمرك ما هتلاقي حركة زي ما انت عايز بالظبط، انت بتجمع شوية حركات وبتاخد من دي اللي انت عايزه ومن دي اللي انت عايزه، بتبدأ تركب الاتنين على بعض عشان يدوك حاجة انت في دماغك معينة مطلوبة منك او على حسب رؤيتك انت. لو انا جيت هنا كليك يمين اوبتمايز، بدأ ينقل لي التلات حركات مع بعض. طب تعالى نشوف، لو انا جيت كده بدأ يجري وبعدين راح جاري وبعدين راح واخد وضع الاستعداد، ماشي. طبعا يستحسن طبعا ما تنقلش فجأة كده من الجري من الجري السريع وانت واقف كده، دي طبعا حاجة شيء معروف وحاجة واقعية، يعني مفيش حد يجري مرة واحدة يروح مفرمل نفسه كده واقف، هو انت المفروض تعملها من الووك او من الجارية الخفيفة او من الجارية وفي الاخر كده يهدي عشان يقف تروح جاي ناقل بده كله. طيب يبقى ده تريم احنا عرفناه، يبقى نقطع اي كليب من اي حتة زي ما انا عايز يكون من هنا الموف بس، وبعدين رحت جاي اخر واحدة كده وجيت دي ضغطت كده مسكت الحركة كلها ضغطتها، يبقى انا لما بضغط الحركة كلها يبقى انا بسرع الحركة، كويس. انا همسح ده وهمسح ده واخلي دي بس دي، لو انا جيت عملت كده يبقى انا بضغط الحركة بتاعتي كلها في مين في الوقت الصغير ده، فطبعا حركتي هتبقى اسرع بكتير. سيبك من دي خالص وهنعمل اللي هي الفايت عشان دي طويلة شوية عشان تظهر معايا. ليه؟ طيب خلينا بقى نعمل مثلا كده نوقف ستوب وهات الحركة دي سكرول يمين وفوق فوق وتحت عشان نبدأ نصغر ونكبر بالشكل ده عادي كأنك بتشتغل في واجهة الماكس. لو انا جيت كده خليت الحركة كلها بدل ما هي في 140 فريم خليتها في 27 فريم، تعال نشوف الحركة عاملة ازاي. اوكي سريعة جدا، يبقى انت ممكن تسرع الحركة وتبطئها. طيب ده ليه؟ عشان مش كل الحركات بتايم واحد، في واحد عامل الموشن كابشر ده الملف ده حركة سريعة، واحد عامله ابطأ شوية، واحد عامله بطيء، واحد عامله سريع جدا، دي حركات كل الحركات دي كل واحدة بزمن. طيب ده علشان تبدأ توفق بين الحركات والتوقيتات بتاعتها والزمن التايمنج والسبيسينج بتاعها، يعني ببدأ دي بطيئة شوية ببدأ اسرعها شوية، التانية سريعة ببدأ ابطئها لغاية لما بوصل لان كل الحركات تبقى في تناغم وسرعة واحدة عشان اقدر اشوفها، ما ينفعش حد يبقى سريع في حتة وبطيء في حتة كلها بتايم واحد. لوك ترانزيشن سيبك من دي مش هنحتاجها قوي، السيت الرينج دي طبعا عرفناها خلاص، البان بضغط كده وبعدين بسحب زي ما انا عايز اهي، الزوم اكستنت لو انت حاطط مثلا كذا لاير او كذا حركة حط لي بقى الحركتين دول، هيصلك رسالة كده اقول لك دي معمولة بفيرجن قديم ماشي. وعملنا سيت الرينج كده وعملنا مثلا حاجة زي كده، يعني انت مثلا شغال كده وبعدين بدأت تفرد معاك عمال بتعمل بان وبتاع والكلام ده، طب انت عايز تشوف كل الحركات تروح جاي عامل زوم اكستنت تروح جايب لك التايم كل الحركات في الشاشة بتاعتك بالشكل ده ومسنترها لك في النص. لو انت عايز تعمل زوم تعمل زوم حاجة معينة تختارها اهو، ترجع تاني زوم اكستنت، دي حاجات شورت كاتات بس عشان ايه تسهل لك الموضوع شويه والتعامل شويه. سناب كليبس لو انت مثلا هنشيل ده ضغطت عليه كده ومسكت ده، طب انا عايز امسك ده ولو جيت اول ما هقرب هتبص تلاقيه سناب عمل جذب، اوكي يبقى ده علشان بس حته الجذب بتاع الكليبس كتسهيل في الشغل برضو. شيل ده طبعا ده جذب الفريمات ملناش دعوه بيه برضو، هنرجع كنترول زد تعال نشوف البريفرنس، البريفرنس ده علشان
بيقول لك انا كده معلم على كله، هو تقريبا ما كانش معلم على السكيلز ده. كل ده البيانات اللي بتظهر لك على التايم هنا. لو انت عايز تظهر التايم رابس، عايز تظهر الويت كيرفز، شايف هنا الخط ده الاسود ده الويت كيرفز، عشان لما يجي تتعامل مع اللايرز او علاقة التراكات ببعض او اللايرز ببعضها او الحركات ببعضها، عايز تاخد مثلا حركة الرجل من موفي كليب وحركة ايد من موفي كليب تاني وتركبهم على بعض، اوكي ممكن دي الويت كيرفز هتنفعنا قوي في الحتة دي، وربنا يسهل ان شاء الله نقدر نشرحها. طبعا دي عشان ارقام الفريمات تظهر. السكيلز لو جيت ضغطت عليها كده هتبص تلاقي السكيل بتاعك، اوكي لو انت قللت شوية او فردت شوية بتظهر لك دي من واحد صحيح لغاية زي ما انت عايز، اوكي. بس يعني دي يمكن اشهر حاجة انت ممكن تتعامل معاها يعني. دي هنضغط عليها عشان تظهر لي ال او تظهر لي الحركات كلها باسمائها بالكلام ده كله. ممكن تدير مشروعك من هنا، هنا الماكس كليبس والبايبت كليبس. البايبت طبعا احنا اللي احنا اتكلمنا عنه، الماكس كليبس اللي هو اللي على الاوبجكتات. خلينا هنا نشوف البايبت كليبس طبعا دي الامتداد بتاعها فين واسمها ايه والكلام ده، دي البيانات بتاعتها. دي مهمة برضه عشان إدارة المشاريع الكبيرة، عشان تعرف بالظبط أنت ماشي إزاي، كام لينك في الفينجر، كام مش عارف إيه الكلام ده كله، عشان لو واحد عنده 5 صوابع، واحد عنده 4 صوابع، الشخصيات اللي عندها الصابعين الكرتونية التلاتة الكلام ده كله، عشان تبقى عارف ده إمكانياته إيه. ممكن كمان بتشوف من هنا. ده طبعا الموجود عندك في الذاكرة، ممكن تعمل ريلود، اوكي ممكن تعمل لود فايل سيف فايل، وعايز تغير الاسم بتاعه في حتة معينة طبعا هتختار الفايل اللي انت عايزه وبتبدأ تشتغل عليه. ده كده برضو نيو انتري عشان لو عايز تضيف حركة تانية تظهر لك هنا وتبدأ تدير مشروعك من هنا. ودي يعني ما بتلجأش ليها كتير يعني، بس مهمة برضو تعرفها. طبعا دي هنا بقى الويت كيرفز تمام، وايت وير كيرفز والحاجات دي. انت لو ضغطت كده هتبص تلاقي الويت اتفعل، لو ضغطت كده هتلاقي هنا برضو الويت اتفعل والحلقة بين دي ودي. خلينا نشوف وتيجي هنعمل ايه وتيجي في وقتها عشان نشرح. طيب خلينا بقى نشوف نشيل ده كله، نيجي على السليكشن ونختار كل ده ونمسحه، اوكي. طيب يبقى انا كده عرفت ازاي اتعامل مع الحركات وازاي اتعامل مع الادوات الكيمين نيو كليبس فروم فايلز. طبعا انا عامل كونفيرت تو ترانزيشن تراك. اول ما بتعمل كونفيرت تو ترانزيشن تراك هتلاقيه كبير كده بالشكل ده، فتحط فيه كليب ونقول ران ستارت وبعدين نيو كليبس ران لوب ونشوف بقى هنعمل ايه. طيب خلينا نبدأ بقى ونحط الحركة عشان يوصل يجري ويوصل للسور بتاعنا. لا انا مختار المش، شايف المش هنا اتفصل عن الهيكل العظمي، لا ده انا عايز اختار الهيكل العظمي نفسه عشان اقدر احركه. ممكن تعمل من موشن لو انت ضاغط على الهيكل كده العظمي اي حتة فيه، بتقول move all node، هيمسك لك كل حاجة بالحركات بكله، هيبدأ ينهالك لك في حتة تانية، اوكي. وهنقفلها بالشكل كده. طبعا انت لو جوه الميكسر، لو طلعت بره الميكسر اللي هي الحتة دي اللي هي الشورت كات بتاعة الميكسر، هتبص تلاقي ان كل الحركات اللي انت حاططها مش موجودة. دي حاجة برضو مهمة كنت عايز اقولها، لو انا دخلت جوه الميكسر بيبتدي يدخلك في الميكسر مود، يعني كل ده متخزن في البفر بتاعه بتاع الماكس، بس ما نزلش كيهات على البايبد، مجرد تخزين بس
على الميكسر ميموري عشان تقدر تشوفها. بعد كده هنبدأ ننزلها ازاي، نعرف ننزلها ازاي ونقدر ندير المشروع كله ازاي. دلوقتي انا عملت حركتين وعايزه بقى يكمل على طول جري لغاية السور ده. طب انا عندي الحركة دي صغيرة او التايم صغير، بعمل ايه؟ بعمل اد نيو كليبس وبعدين لا سوري بضغط على دي وعايز يكررها على طول، بقول له في تايل فيو وفي تايل رينج. طب تعال نشوف التايل فيو عملناها قبل كده. طب تعال نشوف التايل رينج. التايل رينج هتبقى عامله كده بالشكل ده برضه زي التايل فيو، بس الفرق بينهم انت لو انت جيت كده على طول بتبص تلاقيه مكمل على طول، يبقى جميل جدا، يبقى انا وصلت للي انا عايزه كده. يعني انا هاخد كده واروح جاي، دول انا مش عايزهم، سيت الرينج اوكي. انا عايزه بقى يتنقل من الحركة دي، اول ما يجي عند الصور يبدأ ياخد على استعداده وينط الناحية التانية. add new clips from files jump over، طبعا انت عارف الحركات وعارف كل واحدة بتعمل ايه. jump over بروح جاي لك. ده وصل بعيد، ده يعني ده وصلنا بعيد، ده دخل جوه. طب انا عايزه من بره، عايز النقطة دي من بره من هناك، اعمل ايه؟ تعال نشوف. ممكن نستغنى عن دي، ممكن نستغنى عن دي ونجيب دي كده تحت، ناخد الموف ونعمل ترانزيشن اوبتمايز اوكي. تعال نشوف هيعمل لي ايه، هيجري نرجع كليك كنترول زد. هنحتاج دي عشان يتغلب على الحتة دي. انت شايف انت واقف فين؟ واقف هنا. طيب طب ما تيجي نحرك دي كده بحيث ان هو ياخد بس الجارية اللي تحت دي، المنطقة الصغيرة دي، وبعدين يبدأ يحول لي على النطة. تعال نعمل اوبتمايز. خفالي كل ده، انا مش عايز كل ده يختفي، انا بس هعمل دي كده. طيب انا نفرض مثلا انا مش يعني مش عارف اوصل اللي انا عايز، خد بالك ان دي حركات جاهزه، ده لو فريم باي فريم انت اندر كنترول، يعني هتعمل كل حاجه زي ما انت عايز كانيميتور، لكن ده مش عارف توصل لها كده. طب ما نبدأ بالشخصية من ورا شوية ازاي. تعال نعمل اوبتمايز الاول. الاوبتمايز هنا مش مديني اللي انا عايزه، هاي كده اخلي فيه مسافة اوبتمايز من ده وده. هنشيل ده خالص دلوقتي عشان ما تلخبطش. تعال بس نعدل دي الاول. خلاص هو وصلنا لهنا، هو وصلني لهنا، خدت خلاص. انا هاخد اتاش النود وراح مرجع الباب ده شويه هنا مثلا، يبقى هو بدأ لي من ورا شويه. انا مش مشكله البدايه، المشكله هي الموضوع كله حركات كاميرا، مش عايز تبدأ منين. يعني هو بادئ من ورا قوي، ماشي مفيش مشكله. اوكي انت ممكن لما انت تعمل السين بتاعك الكاميرا بتاعتك ممكن تبدأ تحط البداية بتاعتك. وبعدين تبدأ تمشي معاه بالكاميرا عادي جدا. وصلنا للحتة اللي انا عايز يبقى فيها عشان يبدأ يتعامل مع تاني كليب اللي هو الجامب. هيبدأ يوصل هنا
جميل كويس، يبقى هو نط لي هنا اوكي عشان يبدأ ياخد وضع استعداد. طيب هو هنا كده اخد اتش اول نود او موف اول نود، هي هتبقى هنا. وبعدين لو رجله داخله في السور، لو انت ملاحظ هرجع بيه شويه صغيره ورا، تمسك البايبد تفتح دي اوكي، هو كده عدى كويس. تعال نشوف هنعمل ايه. اتغلب بقى على المشكلة اللي بين الحركات دي. لو انا جيت كده عايز ابدأ ينقل من هنا لهنا، هو فجأة وقف وده ما ينفعش، لازم يهدي شوية وبعدين يبدأ ينقل. فروح جاي هنا كده على الخط ده، كليك اوبتمايز، لا هو دخلني كده بعيد شوية، لا انا بقى ايه هاخدها كده مانيوال. شايف الاوبتمايز كبيرة قوي، انا هروح جاي مقللها بالشكل ده. عايز حتة الاستعداد دي، طبعا هو غير الدايركشن بتاعه، فانا هروح جاي اعمل كده، اروح جاي لافف بده كده شوية، هتلاقي البداية عندك فرقت لانه حصل ان هو لف كله على بعضه، فالبداية عندك بدل ما كان بادئ من هنا بدأ من بعيد شوية، مش مشكلة البداية، المهم يوصل اللي انا عايزه في الاخر او كده. تعال نشوف هو بنط هو فوق، هنظبطه هنا مثلا، كويس ارجع ورا سنة. خد بالك لازم تبقى عينك كانيميتور، يعني الانيميتور لازم يكون ملاحظته قوية جدا جدا، فلازم ما تسيبش حاجة الا لما انت بقدر الامكان تكون مصلحها 100%. اعتقد ان في كيهات هنا على السيف، انا مش عايز الكيهات دي خالص، خلينا نشوفها في وقتها مش دلوقتي، لان السيف كان موجود اهي في 2 كيز اهو، خليهم دلوقتي ما نشوف حكايتهم ايه بعدين نبقى نظبطها. يبقى انا عملت ايه دلوقتي، خليته يطلع ستارت جري، بعدين خد وضعه وراح ناطط جوه، جميل. بعد ما وصل جوه عايز تعمل ايه؟ تمام، المفروض ان هو هيتعامل مع واحد من دول او مع الاتنين، يبتدي يعمل انتر اكتف. يعني معنى كده شوف انت بقى عايز تبدأ ازاي، والبايب بعد كده ينزل له حركة عاملة ازاي. الحركة اللي بعد كده المفروض انها هيبدأ يحارب. اوكي هنمسك الماكس الميكسر، كليك يمين نيو كليبس فروم فايلز، نفتح دول ونشوف الحركات. اوكي طبعا دي فايت، تعال نشوف دي فايت ازاي. ده ماسك السيف اهو، وده ساعات الماكس دي بتهنج شوية، او يمكن عشان برنامج التسجيل اللي انا بسجل بيه مخليها يعني مش تمام قوي. دي طريقة، دي فايت
ودي اعتقد انها وقع او حاجه زي كده، وده فايت تاني. تعال نشوف دي، دي خلاص احنا شفناها. تعال نشوف الفايت دي ازاي. طب اقول لك هنا مش عارف ايه اوكي، هتلاقي الحركه نزلت لك بالشكل ده. تعال نشوف الترانزيشن اوبتمايز بتاعها عشان يظبطها لي كويس. نط سيت الرينج عشان اقدر اشوفها كلها. احنا ممكن نحط الحركة دي على البايبت ده او على الشخصية التانية. طيب كويس اوي، خلينا نحط الحركة دي على البايبت ده. تعال نشوف البايبت ده كده، موف اول نودز ونيجي عند كده بالشكل ده ونقول له روتيشن لف لي 180 درجة. الشخصية دي المفروض انها اسمه جي اف اكس، تمام. هننزل له بقى الشخص الحته الحركه اللي احنا عملناها دي. كليك يمين نيو كليبس اد فروم فايلز فايت اوكي. هنيجي بقى هنحط ال دي في الحته اللي احنا عايزينها، هنروح عامل لها دراج نشوف هو هيبدأ منين. نط هنبدأ مثلا حركة من دي، من هنا هنقول هنا convert to transition track اوكي. وبعدين هنيجي هنا على الجي اف اكس. طبعا احنا هنا انا بعمل كده ليه اهو، شايف مفيش حركة برضو نزلت له. هنيجي على حددنا على جي اف اكس وبعدين نقول له ميكس افكت رو ميكس. هتبص تلاقي بدأ يتحرك كده. تعالى خلينا اتش اول نود ندخله جوه. طبعا هو بينزل على طول باحداثيات اللي متسيف بيها اصلا الحركه والمكان بتاعها، تمام. فانا بحطه بقى في الحته اللي انا عايزها وبنقله في الحته اللي انا عايزها بالطريقه دي من اتش اول نود. سيت الرينج اوكي تعالى كده بعدين كويس. تعالى بقى نقرب كل ده الحركات دي كلها قدام. كويس، خد بالك ان وقفة الشخصية بتاعتك هي اللي هتعتمد عليها بعد كده الانتراكتيف بتاعتك. يعني لازم تبقى موقف شخصية في طريقة بطريقة كويسة او في مكان مناسب عشان يبدأ ايده توصل ليه او رجله. يعني شوف هنا مثلا لو ممد رجله كده لازم تبقى قايسة المنطقة دي. فخلينا مثلا بالشكل ده ماشي. هنقرب شوية عشان ايده توصل. هنقرب شوية كده كده. احنا عايزين ايه بقى؟ اول ما ينزل هيبدأ هياخد الضربتين دول، ادي واحد ادي اتنين. طبعا دي مش واصلة، دي شمال يمين، دي واصلة على طول. فاحنا كده المفروض ان هو الشخصية بتاعتنا الاساسنز كريد هتاخد الخبطة دي ويقع مثلا يرجع ورا مش عارف ايه الكلام ده. طيب يبقى احنا عايزين حركة فيها الكلام ده او كذا حركة نبدأ نوفق بينهم عشان يديني كل ده. هيديني خبطة في وشه هتيجي وبعدين هيرجع شوية مثلا وروح واخد له خبطة كمان تروح مثلا واقع فيها او اي حاجة. لو انا عايز اشوف مكتبة، اعمل سيف الاول. المكتبة اللي انا بجيبها من على النت دي كنت نسيت اقولها، في الموقع ده انا هرفقه
في مع المحاضرة دي. في طبعا دي مكتبات بس كلها بي في اتش، لازم تشوف الدرس بتاع البي في اتش في المحاضرات، هتلاقي المحاضرات هنا في محاضرات استاذ وادي معداوي، هتفتحها هتلاقي تقريبا الاستخدام الامثل للموشن كابشر، تقريبا المحاضرة دي اسمها كده يعني. اهي المحاضرة دي هتلاقي فيها طريقة تحويل انك تدخل البي في اتش جوه الملف الماكس وتبدأ تعالج المشكلة بتاعته وتحوله للبيب، ملفات بيب عشان تقدر تستخدمها بعد كده. اوكي، فده مهمة جدا، المحاضرة دي لازم تشوفها لو انت هتنزل مكتبات بي في اتش. لو هتنزل مكتبات بيب ما فيش اي مشكلة خلاص، انت ما عندكش اي مشكلة خالص. دي حاجة، وده الموقع ده برضو مهم جدا، فيه شوية حاجات كتير جدا ممكن تقدر تنزلها بقى زي ما انت عايز وتستخدمها بعد كده. وبرضو الصفحة دي على نفس الموقع ده فيها برضو حاجات كتير، هتفق كل ده داخل ان شاء الله مع المحاضرة مع ملفات الموشن كابشر اللي انا استخدمتها في المشروع بتاعي. نبدأ نشوف الحركات اللي انا هلاقيها والمناسبة اللي انا اخد بانش في وشه وبعدين كيك او ركله في بطنه. المفروض البانش في وشه هترجع راسه ورا. طبعا احنا اتكلمنا على الموشن كابشر لان حركاتنا كلها جاهزه، تمام. ان شاء الله بعد كده هيبقى في ورش وكورسات علشان حته الانيميشن فريم بفريم الانيميشن الصح. بقى انا عايز انوه بس عشان قبل ما اكمل، لان نقطه مهمه كنت عايز اقولها في بدايه المحاضره ونسيت. اوعى تقول على نفسك انيميتور وانت شغال بالموشن كابشر. انا ما بعتبرش ده نوع من الهجوم الكلام اللي انا هقوله، بس نوع من شرح الواقع. الحقيقة ان شركات كتير جدا تقريبا معظمها بتستخدم الطريقة دي في اداء الافلام واخراج البروجكتات بتاعتها. طبعا ده ما ينفعش، او ينفع بس بطريقة موشن كابشر، او ده مش ده اللي هو الانيميشن. الانيميشن حاجة تانية خالص. ممكن تطلع على الانيميشن المظبوط لو انت ما عندكش فكرة خالص يعني عن في اكاديمية الانيميشن. انا حاطط محاضرات كتير ممكن تنفعك جدا، وانك ازاي تفهم الموضوع ده ماشي ازاي. ان شاء الله هيكون في ورش مجانية ودروس كتير جاية في الانيميشن بقى المظبوط، تمام. ما تقولش على نفسك انيميتور طول ما انت شغال بالموشن كابشر. احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ بنحط الحركة وننظف زي ما بيقولوا يعني، نحط الحركة وننظف وراها. تعال نشوف الحركتين المناسبتين اللي احنا عايزينه. عايزين راسه ترجع ورا بناء على البنش اللي خده او البنش اللي خده، وبعد كده هينزل المفروض اللي هي منطقة الابدومين دي اللي هي الوسط ترجع ورا نتيجة تلقي الخبطة الركلة الركلة اللي بعد كده اهي هي دي. اوكي طيب، خلينا نيجي هنا ونعمل اد نيو كليبس، و دي الحركات الحقيقة دي ما فيهاش اللي انا عايزه. انا هشوف المكتبة الخاصة بيا، هنقول موشن كابشر. طبعا المكتبة دي انا مجمعها من كذا حتة، هنقول ديفيت باك، تمام حلوه دي. شايف دي انا يعني الحركه كلها، هو خد الحركه الخبطه يعني واخد خبطه في وشه وبعدين رجع ورا وبعدين وقع. انا مش عايز دي، انا عايز بس الرجعه دي، انا عايز دي تمام. فانا ممكن استغل ده. تعال نشوف حاجه تانية، بلون باك وبلون باك، جميل. خدها برضو، خد زي ما تقول خبطه في منطقه الابدومين او المنطقه دي وبعدين راح واقع. طبعا احنا مش عايزين ده كله، احنا عايز بس اول حته دي. تعال نشوف الفيس بلانت او في الفيس بلانت ده واقع على وشه. لا انت بقى بتبدا تحرك وتشوف اللي انت عايزه اهو، شايف ماشي، مش هنحتاجها دي. وضع الاستعداد وبتاع ده وقع برضو، خد له خبطه من ورا تقريبا وقع فيها. خلاص احنا هناخد دي ودي، هاخدها هاخد الاتنين دول كوبي واروح على الحركات اللي انا مجمعها عشان الورشة، احطها بيست. تعال ناخد
اول واحده اللي هي يا فين راحت فين باك ستيب. ماشي اوكي هناخد دي حطيتها كده بالشكل ده. هي نازله مظبوطه من غير ترانزيشن من غير اي حاجه خالص. خلينا نعمل اوبتمايز ونشوف هنوصل ليه. كويس كويس خدي بالظبط بالظبط اوكي. يمكن شويه عايزه شويه هنبدأ ندخل دي كده جوه شويه كده. فريم واحد اوكي. طبعا مش عايز كل ده انا عايز بس دي اوكي. فهاجي بقى بالبوز وهاجي على تريم تريم وراح جاي قاطع دي كلها انا مش عايز ده كله. يبقى انا خدت اللي انا عايزه بس. المفروض اللي هو هياخد خطة كمان يبقى اد نيو كليب وناخد على اللون دي تعالى نطلعها فوق طبعا دي بعيدة ولو دخلنا بالترانزيشن هتبقى كده. تعال نشوف البرنامج هيعملها لي ازاي لو عملنا اوبتمايز. خد واحدة خبطة وبعدين دي عايز نعمل لها ترم من قدام تعال نشوف احنا عايزين بالظبط خبطة الرجل بس. تعال نشيل دي خالص انا مش عايز ترانزيشن انا مش عايز ترانزيشن يبقى اديت. لا خلينا ممكن نعملها بدي دي كده ورا. طبعا النقلة بين دي ودي سريعة شوية هنقول اوبتمايز. خلينا نرجع بيها شوية ورا ماشي. طبعا نقلني على طول على دي ما ينفعش انا مش عايز ده كله. تعال نمسح دي خالص اد نيو كليب نقول له from files ناخد دي ونحطها كده. convert to transition track خلينا نطلع دي فوق. تعالى نمسك طبعا هو نزلها لي بقى خلاص. انا اتعاملت مع تراك تاني مع حتة تانية خالص. يعني انا لو رجعت كده هتبص تلاقي انا خدت التراك ده الحتة دي وعملته حاجة تانية خالص او التراك اللي فوق ده خليته converted to transition track. فهو خلاص ما اصبحش تبع التراكات دي فاصبح تراك لوحده عشان اقدر بس ادخلها في الحتة اللي انا عايزها. فرجع تاني
رجع او رجع في المنطقه اللي هو كان معمول عليها اصلا، او البيانات متخزنه عليها يعني. فخلينا نشوف ده كده هناك. طبعا مش مستحب ان انا اعمل كده بس عشان اللي حاصل ده، مش مستحب ان انا كده عشان ده، بس هبدأ انا اعدي البايبت وضعه. لا خلينا بقى، مش مشكلة، خلينا دي خالص برضو زي ما كانت الاول. سيبك من دي خالص، هنرجعها زي ما كانت ونشتغل على التراك ده. هنبدأ نعمل كده، نقول بلاون باك مش هنحتاج ده كله، سيبك من كل ده اللي بعد كده، هنحتاج الحركة دي بس. نبدأ بقى نظبطها. اوكي هنخش بدي، المشكلة هنا ان دي الكلاب اللي قبليه واخد مساحة، فانا هعمل ايه؟ هاخد ده كده، وانا مش عايز الحتة دي، هعملها تريم ونشوف. عاملين كده مثلا، نزل خد الخطة ما أثرتش. اوكي ممكن بقى دلوقتي ندخل دي جوه شوية. كويس، هنعمل اوبتمايز نشوف. هو مندرج له هنا، واحنا هنرجع بدي ناخد الترانزيشن بتاعنا. ماشي، طبعا ليه خرمته، فاحنا مش عايزين دي، احنا عايزين بقى نبدأ نظبط. هناخد دي كده، بعد كده هنعدل الفريمات لما تنزل على الشخصية. هنبدأ نعدل كل الديفوهات دي. شايف انت لما خد خطة بعدين اتعدل مرة واحدة، اوكي دي تتعدل مفيش اي مشكلة. حاول برضو ما تتطرقش قوي للفريمات عشان برضو الناس ما تفصلش مني، انا عايز بس موشن كابشر، فانا هحاول اتحايل على الحتة دي. خلي ترانزيشن اكتر شوية. ماشي اوكي كده انا ظبطت من ترانزيشن. ماشي اوكي. طيب خلينا بقى نشوف مشكلة الرجل دي هنعمل فيها ايه.
هي مظبوطة 100%. خد الخطة تمام. بس هي الرجل دي، الرجل دي بقى هنعملها فريم باي فريم، ما توصلش الطريقة دي، انا هخليها توصل بس انزلها شوية تحت وتنزل في بطنه. المهم اللي انا ظبطت بالظبط اللي انا عايزه. اوكي دي هتيجي ورا شوية. هاتي ترانزيشن معايا. طب احنا لو جبناها كده خلينا نرجع زي الاول، وخلينا نيجي كده وناخد ترانزيشن ده شوية كده ماشي. يبقى انا ظبطت الحركة بالطريقة دي كويس. انا هعمل الحركة كلها عشان بعد كده احفظها كلها بحركة واحدة وابدأ اعدل عليها بعد كده كويس. ابدأ خد طبعا كام حركة دول. طبعا انا عايز اقطع بقى بقية الحركات من البايبت ده التاني، هقطعها ازاي؟ بنفس الطريقة بالظبط، هاجي على تريم واشوف انا وقفت لغاية فين. انا وقفت مثلا لغاية هنا خد البنش ده مش عايز دول الجزء ده خالص. طب انا هحط له حركة هنا تانية اللي هو وقفة الاستعداد بقى العادية عشان التاني هيفوق له دلوقتي وهيتعامل معاه مظبوط اللي هو اساسنز كريد في الفيديو الجاي ان شاء الله. خلينا بقى نعدل او خلي تعديل الفيديو الجاي، وعشان بس الفيديو ده طول كده احنا كده ساعة، فخلينا نظبط الامور على قد كده. هنحفظ طبعا، قبل كده قلت لازم increment on save، طبعا هو وصل معايا هنا 58، ونكمل الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام عليكم.